الله مين بده يجينا بهالوقت؟ مين هاد؟ شو في؟ يمو شو في؟ معقول تكون هزار؟ حدا يفتح الباب. لك انا بس بدي افهم شغله، لو ما كنت ساكنه معكم بهالبيت شو كنتوا عملتوا؟ ما كنا فتحنا. مساء الخير دانا. دانا الحمد لله الشارع فاضي ما في حدا. الحمد لله يا ربي ما نقدر نضيعهم. سمسمي ايه هي الشغله فيها مسؤوليه؟ ايه طبعا فيها مسؤوليه، قانونيا فيها مسؤوليه. ايه بس حتى ولو مخلوقه بحمايتنا شو بكون؟ لا بركي ابوه عامل لنا شيء. حبيبتي انا ما بدي فوت على الحبس مره ثانيه، حاجتني مره واحده. يا خوفي بابا يعرف والله بروح فيها. صباح تاعو قعدوا ليه واقفين؟ عن جد انا اسفه كثير يا صبايا، يعني ما بعرف كيف هيك كركبتكم واجيت لعندكم بنص الليل. دانا لا تحكي هيك، بزعل منك ولو البيت بيتك حبيبتي. بصراحه انا ما لقيت قرني امن من عندكم، لان هون المكان الوحيد اللي بابا مستحيل يشك فيه. حتى لو شك او فكر انت دستي بساطنا وما حدا بيقدر يهوى بناحك بنوب. شكرا كثير يا نسمه. بس دانا انت ما قلتي لنا يعني ليش هربانه من ابوكي؟ ايه صحيح، لانه بده يجوزني واحد انا ما بحبه. معقول ابوك يعمل فيكي هيك؟ ما هيك حق تستغربي، بس بابا بده يجوزني لإله، لانه هذا الشاب ابوه رتبته اعلى من رتبه بابا، ولسه كمان في امل يترفع، يعني جوازه مصلحه بمصلحه، مشان هيك بابا بده يغصبني فيه. لا والله ما معه حق، في حدا بيغصب حدا بهالايام؟ شايفه؟ دندونه حبيبتي قومي معي على غرفتي، خليكي تبدلي اوعيكي وترتاحي، وبكره بنحكي بالموضوع. انا لا رح بدل اوعيه ولا بدي ساوي شيء، خلص فوتوا انتوا ناموا وانا خلص بضل هون على الكنبايه. لا يمو على الكنبايه، فوتي بتنامي محلي بالغرفه. لا 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 كل واحد بينام بتخته، دانا بتنام بتختي انا. لا معلش يا صبايا، دانا ما بتنام غير بغرفتي. خلص يا صبايا ما في داعي تحرجوني، انا ما رح نام غير على هي الكنبايه، هذا اذا اجاني نوم من الاصل، بعدين بكفي اني كركبتكم بهالليل. لا ما في مشكلة بنوب، خلص صبايا اتركوها على راحتها. ليكي دانا إذا لزمك أي شيء أو حدها دق على الباب، بس قولي نسمة بثواني بكون عندك. وتذكري منيح نادي نسمة ما تنادي سميحة. قولي مين هاد اللي عم يدق الباب عليكم هلا؟ اي لا تخافي لا تخافي، هي دقت هزار. مين هي هزار كمان؟ هي جارتنا لغنيطة ما في غيرها. مبينه ولي هي اذا عرفت رويتر تفضح الدنيا. ولي من شان الله لا تفتحوا للباب، الله يوفقكم. عن جد ما انا معقوله لسه ما اقتنعت انه ما في حدا بالبيت. لك جاي على بالي اطلع وافتح الباب وادعها بوكس بين عيونه طير للليزك. ابو نديم طمني. لبان الحمد لله مرتديلا الحمد لله. نديم بنات نديم شو بدنا اغراض كمان من السوبر ماركت؟ تذكروا ما بدي اطلب مليون مره. قولتك بلا غلاصه لايهم هلا. اي ما تكونش صبايا انا رايحه. يا الله وين رايحه؟ على الدوبلاج. يا الله الله يخليكي ميديا لا تروحي وتتركيني. طب شغلك ما بيتاجل؟ صباح خير سنه. ولو انت بحمايتنا. ها هاي الناس ما موجوده، انا لازم اروح ضروري لانه البطلون عم تستناني. كواك 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 كواك. ولو يا دندو لك نحن معك شبنا حبيبتي ما بتأخر، عشر مشاهد طقن فريرا وبرجع. مكان هيك البروفيشنال. يلا باي صبايا. باي. يسرا دندون حبيبتي اطلب لك شي من السوبر ماركت؟ طب ما في اسألي اذا طلبت غرضين خاصين لإلي؟ طبعا ما في اسألي، لكن انا ليش عم بسألك؟ بدي شيبس بالخل وبالملح وضامي مع سكر واندومي بنكهة الكاري واندومي بنكهة الملوخية. تكرم عينك. ايه وشو كمان؟ نودلز طبعا عندنا نودلز. ايه بكل النكهات. ايه ملوخيه؟ لا هي والله يمكن ناس جديد. خلص ولا يهمك هلا بعمل لك اياهم من برا. تكرم عينك ربع ساعه بكونوا عندي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.
السلامة. خير يا طير لوين؟ واصل مشوار صغير جيب نوخية، قصدي نوديلز عم نوخية، دير بالك على المحل بغياب يلا. دير بالي على المحل؟ لك الله لا يوفقني، الله لا يوفقني ولا يرزقني إذا ما بلعب. بس ما لقيت هاي نودلز على شو اسمه عم نوخيه، لقيت على الحراقه بصبعك، قلت لك على الحراقه بصبعك. اي مو مشكله مو مشكله، قديش لاحقون؟ لك لا بدنا ناخذ منك مصاري كمان. اي ها وبعدين معك 500 ليره، بس صدقني لو كان سوبر ماركت اللي ما كنت باخذ منك ولا فرنك. ان شاء الله الله بيطعمك يا لاحي مساك اي بقشيش. يسلموا يلا باي. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي هلا معقول ما يكون خطر بباله اني انا هون؟ بظن اذا خطر بباله ما كان سكت. يمكن اصلا انا هاد اللي مخوفني، ليش ساكت لهلا؟ هلا بجوز هو شاكك بس ناطر ليتاكد. ايه واذا تاكد شو ممكن يعمل؟ والله إيه بيعمل كل شيء بيخطر له حبيبتي. ايه والله بيجي بيقتحم البيت علينا وما بيهمه حدا. رعبتيني، فكرت ابوها لدانا اقتحمنا. انت خير؟ شو صاير معك؟ فقست الشغلة، قال بدهم يلغوا دور البطة. ايه وبدهم يعطوكي دور تاني؟ ما قبلوا، قال في أوامر من فوق اجتهم حتى يجبروني أترك الشغل. منين يعني من فوق؟ شو منين من فوق نور؟ أكيد من عند بابا. ميديا عن جد أنا آسفة. ولي معنا تعرف إنك عنا؟ معنا ترى شو بده يعمل؟ شو بيعرفني شو بيعمل؟ بس أنا اللي بعرفه إنه ما رح يحل عنكم لحتى ترجعوني لعنده أو تخلوه يجي ياخدني من هون. ايه ما فشر؟ أنا آسفة بس هي بعيدة عن أسنانه، شو ما عمل وشو ما سوى حتى لو قطع الإمدادات عنا وحاصرنا ما رح نسلمك، ما رح نسلمك. مرحبا أبو سعيد. أهلين وسهلين. أهلين أيهام، وين كنتوا؟ لا عرفتني؟ بعدين لا تقول أيهام، قصدي لا تقولوا لا. لك ليش بتعامل بحالك؟ خلص تهرب لي الزباين، يقرب بيتك دنيا. ايه دخيلك ويهربوا. ساوي لي كاس شاي. ساوي لك كاسة شاي. لك انت بدك تفلجني، بدك تفلجني. طول بالك انت رح تكسر النظارة وبدي كسر لك راسك كمان. بسيطة يا ابو سعيد بسيطة، عم تضربني اثناء تأدية واجبي. واجب شو يا مشسي؟ ما بقدر الا بس ما بكون ايهام، ما بكون ايهام اذا ما سكرت لك محلك بالشمع الاحمر. عم تهددني ولا؟ فوت انقبل لجوا الشغل، فوت. ما بقدر، عندي مهمة. لك مهمة شو؟ مهمة سرية، ما بقدر لك. فليت، جهزي القهوة لأرجع. ما في مجال، كل كل شي وشراب كل شي، ما بفيدك شي لا بينفعك شي. صابع حماسي وش الزلمة. يا الله أنا خايفة كتير. خايفة؟ ايه خايفة، ما بعرف ليش قلبي حاسسني إنه في شي عم بيصير معكم ما عم نعرف شو هو. شو طمنيني؟ عجبك النادي؟ النادي بجنن، بشل، بفلج، وكانوا رح يسلموني إدارته. كانوا؟ أي نعم، لأنه في شرط أنا ما قبلت فيه. تتجوزي صاحب النادي بالسر، ما؟ مش هنروح كسر لك راسه. يا ريت، سلموا بنته. شو؟ شفتوا إنه معي حق أصلاً؟ أنا هاد اللي كنت خايفة منه، لك مو من شوي كنت أعمل لكم لسا؟ طولي بالك حبيبتي. ميديا مشان الله حاش تقولي لي طولي بالك، اصلا كل اللي عم يصير معكم عم بيصير بسببي يا جماعه. خلص انا بدي امشي. يا سامي عادي، مشان الله حاش تقولوا لي عادي. والله العظيم ما عاد اقدر اتحمل، لسه كل وحده فيكم بصير معها كارثه هيك قد وانا واقفه عم بتفرج. والله ما عاد اقدر. خلص عادي انا بحل القصه، خليكي انت هون. خلص حبيبتي مشتومه بتحلها.
انعشقت. وصار عنا بياعين درة وبوشار بوالين وغزلة. هذا غير بياعين الجراية واليانصي. ليكي أحلى واحد هذا اللي عم بيع ألعاب أطفال. بتعرفي حاسة إنه هذا اليوم أول يوم عيد. يا ستي الطير الطاير ما رح يقدر يمرق من هون. لبوني أنا خايفة، حاسة إنه نحن بخطر. خليها لربك، مالي عرفاني شلون نطلع من هالوردة. الله يسامحك يا ميديا، الله يسامحك. خير إن شاء الله. مين ده يكون؟ ما بعرف، روحي شوفي. هاي. أهلين. هذول الغراض اللي طلبتوهم؟ بس أنا ما طلبت غراض. لك مبلا مبلا طلبت غراض. عمي أبو سعيد قال لي إنه وصلكم إياهم. أنت طلبتي؟ لا عمك أبو سعيد مخربت، أنا ما طلبت غراض. لك لا مو مخربت، خلص خليني فوت لك إياهم لجوا. أيها وين فايت؟ عم بقول لك ما طلبت غراض. أيوة. أهما حتى أنت وصلوا لك؟ العمى كشفتني. تفضلي انسي نسمي، عم اسمعك. بظن انه في شيء انت عم تدور عليه. مبلى وهالشي موجود عندك. عم تساوم على بنتك لحتى تسلموها بدياتك؟ ليك طالما هي موجوده عنا فلا تحلم بهذا اليوم ابدا. وش قد يعني بدكن تضلوا تقاوموا؟ لحتى تمل حضرتك. نسياني انك ما تحكي عن بنتي؟ والله انا ماني نسياني، بس الظاهر انه انت اللي نسيان. انا خايف على مصلحتك اكثر منك. بعدين لو سمحتي يا انسه، هاي بنتي وانا قبلت بهذا الزواج لاني بعرف انه بدي اعمل لها حياه سعيده ورغيده في المستقبل. بعدين مين انت لحتى ناقشك؟ ها هاي بنتي. أنا وحدة جاية تقلك إنه دانا بتحبك، بتحبك كتير، وهي بتمتثل فيك وبتشوفك قدوة إلها. مشان هيك حرام، حرام اللي عم تعملوا فيها. احترامي سيدي. شو يا بسام؟ سيدي وصلت على البيت بإيدي والأمور كلياتها تمام، هلا صار فيك تسمع كل شيء. خلاص وهاي رفيقتك الآسي نسمة شاهدك. ما شاهدي يا آسي نسمة انت؟ مزبوط مزبوط دانا، انا شاهدي. سمعتي يا بابا، هي شاهدي. شكرا كتير يا بيي، شكرا. بحبك كتير، انا بحبك. وانا بحبك وبموت فيكي يا بابا. بيي عين لابوكي انت.